السلام عليكم وجمعة مباركة. هذا الفيديو غادي نجاوبوا فيه على بعض الأسئلة اللي كثرت بزاف على الفيديوهات اللي رانا نديروا فيهم مراجعة على بعض السيارات ونزيدوا نقولوا سعر تاع هاد السيارات في الدول العربية. وهاد السيارات عن قريب جدا نشوفوها في الأسواق الجزائرية بعد فتح الاستيراد إن شاء الله. وكل هاد المعلومات بهدف تنوير الرأي العام والمواطن الجزائري تكون عنده نظرة واضحة عن أسعار السيارات اللي غادي تدخل للجزائر. مش نظرة دقيقة 100% ولكن نظرة تقريبية، ولكن بعض الأشخاص ما عجبهمش الحال كي رانا نقولوا أسعار هاد السيارات وراهم يقولوا في التعليقات هذه الأسعار مش حقيقية، وكاين اللي راه يقول سعر الدينار انخفض إذا ما غاديش تدخل بهاد السعر. أولا قبل ما رانا نقولوا الأسعار رانا نشوفوا سعر هذه السيارات في عدة دول عربية. نمدوا مثال، إلا جبرنا سعر شيري أريزوسيس في مصر وقطر والسعودية والكويت والإمارات متقاربة جدا وما كانش فرق كبير بيناتهم، اذا من المنطق هاد السيارة غادي تدخل الى الجزائر بهذا السعر. اذا كان فرق في السعر غادي يكون اقل او اكثر بقليل، واي بلاد عندها جمارك وعندها رسوم. واللي راه يقول سعر السيارة في السعودية ارخص من الجزائر لان الرسوم والجمارك في السعودية اقل من الجزائر، كمل خيرك وزيد قول لهم ان تكلفة قاعات العرض في السعودية اغلى بكثير من الجزائر، والموظف اللي راه يبيع في السعودية يخلص اضعاف المضاعفة على الموظف اللي راه يبيع السيارات في الجزائر. اذا كل هذه الاشياء ترفع من سعر السياره ماشي تنقص منها. نتمنى وبرك تكون مراقبه من طرف الدوله للسياره من المصنع حتى توصل الى المواطن الجزائري. وهذوك الاشخاص مع احتراماتي ليهم اللي راهم يقولوا سعر الدينار انخفض، حنا رانا نمدوا اسعار بسعر الدينار الحالي اللي راه منخفض وراه يدير 1 يورو يساوي 162.22 دينار جزائري. اخي اختي اسمعني مليح واعطيني عقلك، حنا رانا عائلة واحدة وتقريبا يوميا رانا نتكلموا مع بعضنا بعض، ويشرفني بزاف نكون من عائلتكم وغادي نكون معكم جد صريح وبكل شفافية. هاد الأسعار والمواصفات وأخبار تهاد السيارات رانا نجيبوها من مواقع رسمية، وأي واحد راه يسمعني يقدر يدخل لهاد المواقع يعرف هاد الأسعار والمواصفات والأخبار استيراد السيارات. ما نقولكش عندي مصادري الخاصة ونعظمها لك وأنا أينشتاين تاع السيارات ونردها لك علوم دقيقة وأنا خبير في هذا المجال. لا يا أخي لا يا أختي، المهمة تاعنا نلخص كل المعلومات اللي نجيبوها من مواقع رسمية وموثوقة ونقدموها في فيديو قصير ومقبول وبلغة مفهومة ويكون المردود تاع هذا الفيديو مفيد للمواطن الجزائري وبس. إن شاء الله تكون الرسالة مفهومة والله يوفقنا باش نكونوا في المستوى اللي يليق بمشاهدين محترمين كيما نتوما ونكونوا عند حسن ثقتكم. سلام.